أصيبت والدتي بالشلل وأمضت سنتين في المستشفى وكانت لا تصوم ولا تصلي إذ هي غير مستطيعة، فماذا عليها؟ جزاكم الله خيرا. أما الصيام فإنها يرخص لها في تركه ما دامت مريضة إلى أن تستطيع القضاء بعد ذلك وتقضي. أما الصلاة فإنه لا يجوز للمريض أن يتركها على أي حال كان، ولكنه يصلي على حسب حاله كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فإن استطاع أن يتوضأ ويتطهر بالماء وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يتيمم. قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمريض مثل العادم للماء، إذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم بالتراب ويصلي. الحاصل أنه لا يترك الصلاة ولكنه يصلي على حسب حاله، وإذا احتاج للجمع بين الصلاتين فإنه يجمع الظهر مع العصر في وقت إحداهما، ويجمع المغرب مع العشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق به. وإذا صلى قاعدا فإنه يومئ بالركوع، وإن كان يستطيع السجود سجد على الأرض، وإن كان لا يستطيع فإنه يومئ أيضا بالسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه بالإيمان. يومئ برأسه بالركوع والسجود. وإذا كان على جنب فإنه يكون مستقبلا القبلة ويومئ أيضا برأسه للركوع والسجود. دل هذا على أنه لا تسقط الصلاة عن المريض بحال من الأحوال ما دام عقله موجودا. أما إذا ذهب عقله فإنه لا صلاة عليه. ما ذكرته السائلة من ترك أمها للصلاة إن كان مع وجود عقلها وتفكيرها هذا شيء لا يجوز، ويجب عليها أن تقضي هذه الصلوات التي تركتها. وبالمناسبة ينبه جميع المرضى سواء كانوا في المستشفيات أو في بيوتهم أو في أي مكان لا يترك الصلاة مهما اشتد بهم المرض، ولكنهم يصلون على حسب أحوالهم، حتى ولو كان على ثيابه نجاسة ولا يستطيع أن يتخلص منها فإنه يصلي ولو بثياب النجسة، وحتى لو لم يتطهر بماء ولا تراب لعجزه عن ذلك ولعدم من يأتي له بالتراب والصلاة سيخرج وقتها، فإنه يصلي على حسب حاله ولو بدون وضوء ولا بدون تيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحاصل أن الصلاة لا يجوز تركها ما دام العقل والتفكير موجودا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.